أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أيها الصابرون المضحون في سبيل الحق وفي سبيل العزة والكرامة، ونحن على أعتاب الذكرى الثالثة لانطلاق ثورتنا المجيدة التي بزغ فجرها في الرابع عشر من فبراير قبل 3 أعوام، حيث انبثقت من الوعي الإسلامي الأصيل وختم عليها بالأحمر القاني، والتي ما زالت مستمرة وستبقى كذلك حتى الوصول للهدف والغاية الكبرى. أيها الأخوة الأعزاء، قد مضت 3 سنين من عمر هذه الثورة، وقد كانت مليئة بالتضحيات والعطاء والبذل. لم يبخل الشعب بتقديم الشهداء قرابينا لإعلاء الحق ومحق الباطل والظلم والطغيان، ولم يبخل الشعب بالغالي والنفيس. فجراح شبابنا شاهدة، ومآذن مساجدنا المهدمة شاهدة، وأنين المعذبين في السجون ترن بمسامعنا، واقتحام منازلنا عنوة في سكينة الليل يؤرقنا. ولكن بالرغم من كل ما بذلناه من تضحية، وبالرغم من كل ذلك التنكيل البشع، قد قررنا أن لا نتنازل عن حقنا وأن لا نتراجع قيد أنملة عن مبادئنا التي صانها الشهداء بنزف الدماء. ونحن مقبلين على هذا العام الجديد من ثورتنا وكفاحنا ضد هذا النظام المجرم، ولنا وقفة نعلنها من صميم الوجدان ومن الحرص على صون التضحيات. في كل عام مع اقتراب الذكرى السنوية للثورة يروج النظام لسمومه الغادرة بمسميات الحوار، ونحن إذ نرفض الحوار مع القتلة ونرفض أنصاف الحلول التي يريدون فرضها على الشعب بالحيلة والخديعة، كذلك ندعو جميع القوى العاملة في الساحة للتحلي بالحكمة والوعي ورفض هذه المراوغات الماكرة التي لن نجني منها إلا اعترافا بشرعة نظام قاتل مجرم فاقد للشرعية. أما خيارنا فقد قالها الشعب في ميدان الشهداء وفي ساحات وميادين العز، في ميادين العزة والكرامة في كل أنحاء هذا الوطن الجريح، بأن لا مداهنة ولا مهادنة ولا خيار أمام الظالم إلا الرحيل. وأخيرا ندعو جميع أبناء شعبنا المناضل بشيبه وشبابه ومختلف فئاته وجميع القوى الثورية للمشاركة الفاعلة في عصيان العزة بذكرى انطلاق الثورة، وكلنا مسؤولون أمام الله بمواصلة الطريق حتى النهاية ونيل الغاية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.